ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده هتكلم على برج الجوزاء وتوقعات او تفكير برج الجوزاء في الفتره بتاعه شهر مايو لعام 2021. اكتر الحاجات اللي بتضايق برج الجوزاء كتر التفكير في امور معينه، ايه اللي في حاله او في بال برج الجوزاء في خلال شهر مايو لعام 2021؟ برج الجوزاء مبدئيا انت عندك ايام ممتعه قوي، وبيختلف نقاط تفكيرك في وقت لوقت تاني. الموضوع ده انا شايفاه ان هو مهم جدا جدا، لان ده بيخليك ان انت كانك بتحط نفسك قدام نفسك وبتشوف ايه اللي في بالك وبتشوف انت بتفكر في ايه. احيانا كتيره بتفكر في مليون حاجه وخلاص فكرت، وبعدين جه تاني يوم نسيت كل اللي فكرت فيه، فببدا ان انا اخد خطوات جديده في حياتي، مش خطوات تعتمد على تفكيري او تخليني ان انا امشي على نقاط معينه انا عايز اعملها او انا في بالي اساسا. برج انا عن نفسي بعمل ده جدا، يعني دايما اشوف النقاط اللي انا بفكر فيها ايه، اعرف دماغي ماشيه ازاي، بكتبها على ورق دايما في شكل نقاط كده، يعني بحدد اللي انا عايزاه ايه اللي انا بفكر فيه في شكل نقاط، حتى كمان لو حاجات تافهه. طبعا مش هتكلم على الحاجات البسيطه، بس هتكلم على الحاجات الواضحه جدا او الملحه او اللي يجب ان انت تاخد بالك من النقاط اللي في بالك دلوقتي. بالنسبه لبرج الجوزاء النقطه دي مهمه جدا، او الموضوع ده مهم جدا، ولما بتيجي تراجعه مع التوقعات وتعرف الاوقات المناسبه ليك ايه، ده هيكون شيء قايم ليك. ولو هتكلم على تفكيرك في الاوقات بالنسبه لك، انت عندك لحد قبل يوم 9 بتفكر كتير في ان انت تنجح او تكسب قضيه معينه، او ان انت تقرب لشخص معين، او ان انت عايز تعرف الشخص ده جواه ايه، او ان انت عايز ان انت تبقى شخص مرغوب فيك. من بعد كده بتبدا بالفعل ان انت توصل لامور كتير من اللي انت كنت بتفكر فيها. الفتره بتاعه او شهر مايو بالكامل، النص الاول اقدر اقول ان انت عندك امنيات كتيره، او عندك اللي هو لحد 20 يوم عندك حاجات كتير بس بتوصل لها، بتوصل للايجابيات. واخر 10 ايام بالنسبه لك مميزين، او اقدر اقول ان هي فتره فيها تحقيق الاحلام لبرج الجوزاء. المهم، من اكتر الحاجات اللي انت بتفكر فيها يا برج الجوزاء، وهي الانتصار في قضايا. الانتصار في قضايا مش معناها قضايا قانونية فقط، ولكن قضايا يعني خلافات، او ان اشخاص بتتهمك بعض الاتهامات، او حالة من تشويه السمعة، او حاجة ليها علاقة بان اشخاص ضدك في امر معين، او رافضين لك طريق، او ان هم عقبة في نقطة معينة. فبتبدأ الامور ان انت تفكر فيها، ازاي اصلح، ازاي ان انا اغير وجهة نظرهم، ازاي ان انا احسن صورتي قدامهم. كل اللي انت عايزه ان انت تنتصر في النقطة دي بمحاولات، يعني بتدور على المحاولة، ازاي ايه اللي يخليني انتصر، اغير وجهة نظرهم، او اني انا ما يهمنيش حتى رايهم، او اني انا اعمل يعني انت عندك في امور انت عايز توصل لها، او طرق انت بتقترحها عشان توصل للانتصار ضد قضايا معينه او امور انت بتعاني منها. فبتفكر كتير في اللي انت بتعاني منه، وبتفكر كتير في ان انا ازاي اقترح لنفسي حلول وامشي على الحلول دي، او اخترع طرق معينه تحل لي الامور اللي انا فيها وامشي فيها. فعندك ده جدا، دايما بتفكر في الماضي وبتفكر في اللي حصل لك، وبتفكر في كلام الشخص ده كان يقصد بيه ايه. على فكرة اكتر الحاجات اللي بيفكر فيها برج الجوزاء، كان قصده ايه بالكلام ده، كان قصده ايه بكذا، هو الخطوة اللي انا خدتها دي كان المفروض ان انا اخدها، ولا كنت اصبر عليها، ولا كنت اقول كذا كذا، ولا ما كانش ينفع اني انا اقول، او كنت اصبر او استنى، او كان مش الوقت بتاعها. دايما انت دماغك هريها بالنقاط دي. ما تخلي الماضي للماضي، خلاص عدى، انت بايدك تصلح، بايدك تغير، افكر في اللي جاي. الماضي خلاص، فكرة بقى اصل الماضي اثر على شكلي، اصله اثر على سمعتي، اصل ما هو اثر، هتعمل ايه؟ يعني اعتبروا النقطة دي كأنها كتنبيه كده دايما. او انا كنت في الاول برضو اما اجي افكر، اقعد افكر في الماضي، طب وانا ليه ما كانش ينفع اعمل كذا، ما كانش ينفع اقول، ما كانش انا خربتها، انا نيلت، كنت بقول ده لنفسي. فدلوقتي لا، ما حصل، اعمل ايه يعني؟ يعني ايه المطلوب مني ان انا اعمله؟ وبقوا يسموني كتير ان انا، يقولوا عليا ان انا بقيت شخص ادخل في سكه برود، بس فعلا يعني الماضي بقى ماضي، اللي حصل حصل. زمان كان يقول لك عباس اتكسر، فاللي هو يعني خلاص هتعمل ايه يعني؟ فحاول على قد ما تقدر ان انت اتبع وسائل جديدة، بإيدك تصلح صلح، بإيدك تغير غير. وجهة النظر من الآخرين ليك
او عليك ما بتبقاش بشكل دائم. فكره ان حد او حاجه بتلزق في بني ادم، مفيش حاجه بتلزق في بني ادم ابدا مهما كان. لو كان حاجه ليها علاقه انك اتقطعته قدام الناس، بتبدا لو موقف عملته تاني بيبدا يتغير. اذا كان لما بتبدا او بتبقى انت شخص ايجابي 1000000% مع اول غلطه الكل بيديلك ظهره، صح؟ وبعدين لما بتصلح بتلاقي انك بتقدر تجذب بعض الاشخاص تاني ويدولك وشهم مرة تانية. فالدنيا ماشية بكده، فانت قادر على تصليح الماضي بالحاضر. ابدأ. طيب دي نقطة مهمة جدا، فانس اللي انت بتفكر فيه من ناحية الماضي انساه بقى، سواء خلاف مش مشكلة، كان ينفع ما كانش ينفع، كان كل ده خلي بالك جدا. بالنسبة برضو للحاجة اللي انت بتفكر فيها، هي نقطة الاختلاف، انك انت عايز تكون مختلف. مش الاختلاف يعني انت متضايق من اختلاف، لا، انت عايز تكون شخص مختلف، عايز ان انت تكون شخص اللي هو يعني لا ايجابي من كل ناحيه، اللي هو انا اكون عارف شخصيتي وعارف نجاحاتي، عارف اتقدم، عارف ان انا اكون مختلف من حيث الشكل، المظهر، التالق، الكلام، عقلي، دماغي، اللي هو فكره انا دماغي توزن كتير، او ان انا برج الجوزاء بطبيعته بيشوف دايما نفسه ان هو مختلف، ان انا غير الاخرين، الاخرين يتمنوا ان هم يكونوا في مكاني، ولكن دايما بيحب، مش هقول درجة الكمال، ولكن هقول الكمال الدنيوي، يعني الكمال لله وحده، ولكن في نفس الوقت انت بتدور على انك تكون مكتمل من الناحية الدنيوية، من حيث الشكل، المظهر، الستايل، الايجابيات، ان انت تملك اشياء، ان انت تحافظ على امور معينة، انك تكون قوي. وده على فكرة برج الجوزاء طبيعته كده، بس في نفس الوقت برج الجوزاء متحامل على نفسه قوي قوي، ولدرجة انه يكون عايز يحافظ على امور كتير، وعايز يكتمل بامور كتير، وعايز انه ينجح في امور كتير. كل ده من جواه شخصية بتتقطع، كأن في خيوط كتير من ضمن قوته بيقطع الخيوط اللي جواه، ما حدش يعرف ده الا برج الجوزاء نفسه والناس اللي بتعرف في خبايا الاشخاص زي حالاتي شوية. فعند برج الجوزاء ده ما تصدقوش الضحك، عشان في ناس بتسمع مهم قوي قوي عندها المواضيع دي، ما تصدقوش الضحكه بتاعه برج الجوزاء، لان من جواهم شخصيات احن الشخصيات واطيب الشخصيات، وجواهم دموع كتير بتكون مستخبيه بجد، لكن ظاهري قوي وما يهدوا جبل ابدا. طيب بالنسبة لبرج الجوزاء، فدي نقطة مهمة، ان انت رايد الاختلاف بشكل قوي. برج الجوزاء بالنسبة للقناة الجديدة بتاعتي اسمها عمرو اند ماي فلوجز، هسيب لكم اللينك بتاعها في اول التعليقات، شوفوا بشكل سريع ازاي قناة هتلاقوا فيها هزار، فيها ضحك، فيها حاجات خاصة بيومياتي، فيها، هي لسه القناة جديدة تماما يعني زيرو مشتركين، لكن الناس بدأت بصراحة بتدخل فيها وكتير عمل اشتراك، فمبسوطة قوي ان القناة في خلال اليومين عملت اجواء حلوة، بس في نفس الوقت عايزين نكبرها اكتر. برج الجوزاء لازم كله يبقى عندي، يعني مش معقوله يبقى ابني برج الجوزاء وما تبقاش الناس عندي. يعني قناه جديده عايزين فيها ناس كتيره، هوريكم بقى فيها ازاي خسيت، او فيها اجواء العيد كلها اوريها لكم، احنا في كورونا وكلنا قاعدين بقى مع بعضينا. المهم بفصل في النص، بخفف الاجواء. برج الجوزاء اللي انت بقى اكتر حاجه بتفكر فيها ان انت عندك بتدور على نجاح او مشروع معين، عندك مشروع مهني، عندك في زي حاجه ليها علاقه بعروض قويه مهنيه، في تميز مهني، بس انت بتحاول فعلا انك تتميز فيه، بتحاول ان انت تكسب الوضع المهني ده، بتحاول انك تكون القمه فيه، بتحاول انك تبدع فيه، بتفكر كتير في نجاحك لمشروع مهني انت داخل عليه يا برج الجوزاء، او بتفكر اني اعمل مشروع، اعمل حاجه ناجحه او حاجه قويه. فعندك فكره ان انت عايز تعمل مشروع، تعمل حاجة متميزة، تعلم في المجتمع او تعلم في الاخرين جدا. وعلى فكرة نجاحك في مشروع او ان انت عايز تبتدي بداية مشروع مهم، ده في حد ذاته عايز ان انت توصل لانتصار او مكسب على اشخاص شايفينك ان انت مش قدها، عايز ان انت تنتصر في حاجة، عايز تقوى بيها، تقول الفلان والعلان واللي كانوا ضدك في يوم من الايام انا اقوى انا احسن، انت بنفسك اعجبت مثلا بنجاحي بمشروعي بمش عارف ايه، فانت عايز تثبت لنفسك قيمة امام الاخرين، وهو ده شغلك اللي شاغل وبتفكر كتير في النقطة دي، ويكاد يكون بتبدأ فعلا خطوات في مشروعك او في نجاحك اللي انت عايز توصل له المهني في خلال شهر
مايو. فانت عندك النقطه دي قوي 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 عشان تنتصر على اشخاص معقدينك، بيبصوا لك نظره مش حلوه، شايفينك ان انت مش احسن حاجه، بيستقلوك. فانت عايز توضح انا شخص لا تستهون بيه ولا تستقل بيه عشان ما خليش الدنيا كلها تقل بيك. ده دماغ برج الجوزاء في خلال شهر مايو. طبعا في حاجات كتيره جدا بس الوقت مش هيسعفني ان انا اتكلم، بس ده اوضح الحاجات المهمه اللي لازم توضح قدامك انت نفسك وتبقى واخد بالك عشان اعرف اتصرف ازاي واعرف المواعيد بتاعتي ايه. وطبعا خلال المواعيد المناسبه بالنسبه لك وضحتها في التوقعات الشهريه ووضحها في التوقعات كمان الاسبوعيه. برج الجوزاء بحبكم كتير قوي 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 قوي. ما تنسوش اللايك والشير والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس. سلام.